بداية هذه الجولة ستكون مع الصحفي محمد شقير وصحيفة الشرق الأوسط. تراجع الاهتمام الدولي بلبنان يدخل انتخاب الرئيس في غيبوبة. بري لا يؤيد تسويق باسيل للتشاور بمن حضر. فقد حذر مصدر بارز في الخماسية من تراجع الاهتمام الدولي بلبنان ما يرفع المخاوف من دخول انتخاب الرئيس في غيبوبة سياسية. هذا وقال المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أن السفراء لم يقرروا حتى هذه الساعة طبيعة الخطوة التالية لمعاودة تحركهم، وإن لم يكن هناك ما يمنع لقاءاتهم بالقوى السياسية، نافيا ما يتردد عن وجود تباين بين السفراء. هذا وتوقف المصدر أمام اللقاءات التي عقدها الكاردينال بارولين في بيروت، وقال إن ما توافر من معطيات يؤشر إلى استحالة جمعه القيادات المسيحية، وأكد أن لقاءات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لم تكن أفضل حالا وتكاد تكون نتيجتها واحدة. أما بالنسبة إلى ما تروجه مصادر قيادية في التيار الوطني الحر من معلومات وتنسبها إلى الرئيس بري، وفيها أنه سيدعو للتشاور النيابي فور تأمين مشاركة 86 نائب، فإن ما يروج له ليس دقيقا، لا بل بحاجة إلى تصويب، وذلك لأن رئيس البرلمان لن يوجه الدعوة للتشاور بمن حضر بغياب المعارضة، وذلك التزاما منه بعدم عزل أي مكون سياسي، لأنه لا يريد تكرار ما حدث إبان اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 75 عندما قررت الحركة الوطنية عزل حزب الكتائب الذي قوبل برد فعل مسيحي زاد التعاطف معه. من الشرق الأوسط سوف ننتقل إلى الأنباء التي أيضا أوردت بعض المعلومات في الإطار السياسي. الدولة في الجنوب برسائل عديدة وعين اللبنانيين إلى لقاء باريس. ففي الشأن السياسي لفتت مصادر سياسية عبر الأنباء الإلكترونية إلى إعادة تحريك الملف الرئاسي. هذه المصادر لم تستبعد إمكانية إشراك إيران في المساعي الهادفة لانتخاب رئيس جمهورية والذهاب إلى الخيار الثالث، لأن إيران قادرة أن تضغط لتسهيل الحل. على أي حال، تترقب الأوساط زيارة الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين إلى باريس الأسبوع المقبل للقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك بهدف التنسيق ومحاولة التوصل إلى رؤية موحدة بشأن الوضع في جنوب لبنان والعمل على خفض التصعيد. من الأنباء سوف ننتقل الآن إلى صحيفة المدن الإلكترونية. احتمالات التسوية جنوبا تزداد ولبنان يحضر مسودة التجديد لليونيفل. فيتزايد لدى الجهات السياسية والرسمية منسوب التفاؤل بتجنب الحرب، وهو ما دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التعبير عن أن التهديدات كلها تندرج في سياق الحرب النفسية. وبعد المناظرة الأمريكية الأولى بين بايدن وترامب وما حققه الأخير من تقدم على الرئيس الحالي، سيفرض هذا الأمر على الإدارة الأمريكية المسارعة إلى البحث عن الأنجاز تحقيقا في غزة وفي جنوب لبنان ومع إيران أيضا، ليقدمها بايدن إلى الجمهور الأمريكي. بالتزامن بدأ لبنان التحضير لاستحقاق آخر، وهو مسألة التجديد لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان من خلال إعداد مسودة النص وتنسيقه مع الفرنسيين. وهناك جهات عديدة تسعى إلى إدخال تعديلات على هذا النص، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات اليونيفيل أو زيادة عديدها في جنوب لبنان، وهو ما يشهد نقاشا موسعا على مستوى الدول المعنية. في هذا السياق أيضا تشير بعض المعلومات إلى أن هذه النقاط ستكون مدار بحث بين المبعوث الأمريكي أموس هوكستين والمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، من دون إخفال زيارة وزيرة خارجية ألمانيا إلى بيروت، والمعلومات التي تفيد بأن الألمان يريدون الاطلاع بدور أساسي، وهناك معطيات تشير إلى أن الأمريكيين يقترحون أن يكون لألمانيا مراقبين مهمتهم مراقبة تطبيق القرار 1701 والإشراف على عدم وجود أي تحركات أو أنشطة عسكرية جنوب نهر اللايطانيا.